بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لا يحتاج إلى تعريف، فهو إمام المحدثين، جبل الحفظ، وكتابه الجامع الصحيح أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، قد بوبه وقد وضعه على كتب وأبواب مفصلة، تراجم لكل باب مما يوضح للقارئ فقه الأحاديث، فهو من فقهاء المحدثين، بل هو إمامهم. من ذلك ما نحن بصدده، وهو كتاب الإيمان من صحيح البخاري. لا شك أن الإيمان هو أصل الدين، الإيمان هو أصل الدين، الإيمان والإسلام، وهما اجتمعان، الإيمان والإسلام شيء واحد، ولكن من جهة التفصيل الإيمان له أركان خاصة والإسلام له أركان خاصة، والإيمان يكون في القلب والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة، الإيمان يكون في أعمال القلوب ويتبعها أعمال الجوارح، يتبعها الإسلام، وأما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة. قد يكون الإنسان مؤمنا مسلما، وقد يكون مسلما فقط فهو المنافق الذي استسلم في الظاهر وانقاد في الظاهر، هذا يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. وأما من كان فيه إسلام وإيمان فهذا هو المسلم والمؤمن حقا. فلا يكفي إسلام بدون إيمان، ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد من الأعمال الظاهرة والباطنة. والإيمان يتفاوت، منه إيمان قوي، إيمان كامل، منه إيمان ضعيف، ومنه إيمان بين ذلك. الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص كما يأتي. الإيمان في اللغة تصديق، هذا في اللغة، الإيمان في اللغة التصديق، آمن له يعني صدقه، وآمن به، آمن به أي صدق به، صدق به. ولكن الإيمان في الشرع، الإيمان في الشرع لا يقتصر على التصديق، الإيمان في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق معه أعمال باللسان وأعمال بالقلب وأعمال بالجوارح، فيكون إيمانا صحيحا. أما الإيمان اللغوي فهذا لا ينفع صاحبه. فهناك الإيمان اللغوي وهناك الإيمان الشرعي،
الذي معنا. أما الإيمان اللغوي فيوجد عند المسلم وعند الكافر وعند كل في قرارة نفسه وقلبه يؤمن بالله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن ليس مع إيمانه بالقلب ليس معه عمل. وكذلك الإيمان ليس هو العمل فقط بدون تصديق بالقلب، لا بد إذن من ارتباط الإسلام بالإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان باللسان فقط دون الإيمان بالقلب هذا إيمان المنافقين. الإيمان باللسان فقط، الإيمان باللسان فقط هذا إيمان المنافقين، يسمى إسلاما ما يسمى إيمان. الذي يقول إن الإيمان هو القول باللسان هذا خطأ، هو مذهب الكرامية. المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما ذكر الله عنه، وليس الإيمان في القلب فقط كما يقوله الأشاعرة والماتريدية، ليس الإيمان بالقلب هو التصديق بالقلب فقط بدون نطق وبدون أعمال. هذا قول الأشاعرة ومن سار في كتابه. وليس الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب فقط كما تقوله المرجئة، فلا بد من العمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من الأمور الثلاثة، قول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. ثم الإيمان يزيد وينقص، ليس الناس على حد سواء، منهم المؤمن قوي الإيمان ومنهم المؤمن ناقص الإيمان ومنهم المؤمن فيما بين ذلك بين النقصان والكمال، تفاوتون في هذا حسب ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأعمال الصالحة، تفاوتون في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وبالسند إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: وهذا قول الإمام البخاري وهو قول أئمة الإسلام قاطبة، هو قول وفعل واعتقاد، فعل يعني عمل، قول وفعل أي عمل واعتقاد. القول يكون باللسان والاعتقاد يكون بالقلب والعمل يكون بالجوارح يعني بالأعضاء ظاهرا. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أيضا الإيمان يزيد وينقص، خلافا لمن قال الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص بقول المرجئة، لا، الإيمان يزيد وينقص. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، يعني يقول بعضهم لبعض، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربهم يتوكلون. هذه تدل على أن الإيمان يزيد كما أن الإيمان ينقص عند بعض الناس حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون كحبة الخردل، هذه آخر شيء ليس وراءها إيمان، ليس وراءها إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. هذا مذهب أهل السنة مبني على هذه الأدلة، على أن الإيمان يزيد وينقص، الناس ليسوا على حد سواء في الإيمان. نعم. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد مع نزول الآيات ومع نزول السكينة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم هدى. فدل على أن الإيمان، لأن الهدى هو الإيمان، دل على أن الإيمان يزيد. نعم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا أيضا من أدلة زيادة الإيمان، لأن الهدى هو الإيمان. نعم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى، هذا دليل على زيادة الإيمان، وأن الله يزيد بعض الناس أكثر من بعض. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن القرآن جاء موافقا للتوراة التي عندهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فدل على أن الإيمان يزداد. نعم. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول، أي المنافقون، منهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العافية. الشاهد في قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد مع نزول القرآن ومع سماع القرآن. نعم.
وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. إن الناس قد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية نزلت في بعد غزوة أحد لما انصرف الكفار من أحد وقد فعلوا بالمسلمين ما فعلوا من القتل، لما انصرفوا ورجع المسلمون إلى المدينة بما فيهم الجرحى والقتلى تلاوم الكفار فيما بينهم وقالوا لو استكملناهم ولا تركنا منهم أحدا، فهموا بالرجوع على المسلمين ليقتلوا بقيتهم بزعمهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا هذه المقالة زادت، لما بلغتهم هذه المقالة ازداد إيمانهم بالله وثقتهم بالله فزادهم إيمانا. ما تضعضعوا أو خافوا من الكفار لأنهم واثقون بالله سبحانه وتعالى رغم ما أصابهم من المصيبة، لكن إيمانهم لم يتضعضع وثقتهم بالله لم تنقص. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم هذا إيمانا بخلاف المنافقين فإنهم إذا بلغهم الخوف زاد شرهم ونفاقهم وقالوا حسبنا الله، أي الله يكفينا، الله يكفينا شرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضنا أمرنا إلى الله. خرجوا من المدينة خرجوا للقاء الكفار، فلما علم الكفار بخروجهم وقع الرعب في قلوبهم وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فوقع الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين والحمد لله، ورجع المسلمون سالمين مأجورين، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. هذه النتيجة، لكن بعد الصبر، قوة الإيمان والصبر، توكل على الله. الشاهد في قوله زادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله، زادهم هذا الخبر، هذا الخبر المرهب المخيف، ما زادهم إلا إيمان، ما ضعضعهم أو خوفهم، أو لأنهم مؤمنون بالله متوكلون على الله جل وعلا. هذا محل الشاهد من الآية، زادهم إيمان. نعم. وقوله تعالى وما زادهم، دليل على أن الإيمان يزيد. نعم. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. ولما رأوا المؤمنون الأحزاب، هذه في غزوة الأحزاب الذين تجمعوا من القبائل وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة وعسكروا حول المدينة أرادوا دخولها، ولكن الله وفق رسوله والمؤمنين إلى حفر الخندق حول المدينة فلم يستطيعوا، تسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، لم يستطيعوا دخول المدينة. هذه الخطة المباركة وهي حفر الخندق حول المدينة، لكن أصاب المسلمين شدة، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، العدو طوقهم من الخارج الكفار والمشركون ومن الداخل
المنافقون واليهود تكالبوا على المسلمين من الداخل والخارج. المؤمنون ما زادهم هذا الموقف إلا إيمان ثقة بالله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليما لله سبحانه وتعالى، تسليما للقضاء والقدر، وإيمانا بالله أنه هو مولاهم سبحانه وتعالى، تولاهم يعتمدون عليه ويوكلون عليه. الشاعر بقوله ما زادهم إلا إيمانا، ما زادهم هذا الموقف الرهيب إلا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد لا سيما عند المواقف الصعبة والمواقف الشديدة. المنافق ينهار عند المواقف الشديدة، أما المؤمن فإنه يقوى إيمانه ويقينه بالله عز وجل، تشتد عزيمته لأنه يعرف ويؤمن بتدابير الله وقضائه وقدره، فهو واثق بالله سبحانه وتعالى. نعم. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم، أوثق في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، دل على أن الإيمان أيضا له شعب وله خصال، من خصاله وشعبه هذه الخصلة العظيمة الحب في الله، أن تحب المؤمنين، تحب إخوانك المؤمنين في الله، لا من أجل مال أو من أجل طمع أو من أجل قرابة أو نسب، إنما تحبهم في الله، هذه محبة الإيمان. وكذلك تبغض الكفار، تبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم، تكرههم لأن الله يكرههم. هل تكرههم من أجل أنهم ما أعطوك مالا، أو تكرههم لأنهم ضروك في دنياك؟ لا، تكرههم في الله من أجل الله سبحانه وتعالى لأنهم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن أحب الكفار فقد ضل سواء السبيل، ومن أبغض الكفار لله ما هو من أجل الدنيا بل أبغضهم لله لأن الله يبغضهم، يعاديهم لأن الله عدوهم، إن الله عدو للكافرين من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. فدل هذا على أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، خصلة عظيمة في صال الإيمان. فالذي لا يحب المؤمنين ولا يكره الكافرين هذا ليس بمؤمن، ليس في قلبه إيمان. نعم، إما أنه ليس في قلبه إيمان أصلا، وإما أن فيه إيمان ناقص، نقص عظيم. على المسلم أنه يتنبه لهذا، فلا يحب إلا في الله، يعني المحبة الدينية، ولا يبغض إلا في الله عز وجل، لا يبغض أحدا من أجل قطيعة أو من أجل اعتداء عليه أو من أجل، لا، يبغضه لأنه كافر، لأنه مشرك عدو لله سبحانه وتعالى،
ولا يحبه من أي المال أو قرابة، إنما يحبه لأنه مؤمن، ولو كان ليس من أقاربه، ما دام أنه مؤمن فهو أخوك تحبه في الله عز وجل من أجل الله عز وجل. نعم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي رحمه الله، الذي اشتهر بالعلم والعبادة والزهد والعدل، اشتهر بخصال عظيمة حتى عده بعض العلماء من الخلفاء الراشدين، أو هو مدته مكملة لمدة الخلفاء الراشدين. هذا كلامه رحمه الله، يبين أن الإيمان منه ما هو إيمان كامل، ومنه ما هو إيمان ناقص، وذلك لأن الإيمان له خصال وله شعب وله أركان، ما هو شيء واحد. الإيمان 74 شعبة أو 64 شعب، كل الأعمال الصالحة كلها من خصال الإيمان، كل الأعمال الصالحة كلها من خصال الإيمان، الأعمال الصالحة كثيرة، فمن استكمل هذه الشعب وهذه الأحوال استكمل الإيمان، ومن نقص نقص إيمانه بحسبها. قال: فإن عش فسأبينها لكم، اشرحها لهم ونبينها لهم، ما أعطاه الله من العلم ومكنه من السلطة، وإن أمت لست على صحبتكم بحريص، يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، يحب لقاء الله. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحبه الله، ومن كره لقاء الله كرهه الله سبحانه وتعالى. نعم. أعد. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها. إن للإيمان فرائض، يعني أشياء واجبة، أشياء واجبة، وشرائع أشياء مكملة، سنن ومستحبات. نعم. وحدودا وسننا. وحدودا وسننا، حدود الإيمان هي جميع أركانه وأعماله، وسنن طرق إيمانية، طرق إيمانية كثيرة. فالإيمان إذن يشمل كل أعمال الخير الاعتقادية والقولية والعملية، الإيمان يشمل كل أعمال الخير كلها من الإيمان، والناس يتفاوتون فيها، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها نقص إيمانه بحسب ما فاته من هذه الحدود والشعب والسنة. الناس ليسوا على حد سواء. نعم. فمن استكملها استكمل الإيمان. نعم. استكمل هذه الأمور استكمل الإيمان،
لكن هذا صعب لا يحصل إلا للأفراد من الناس. نعم. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لم يستكمل الإيمان، شوف ما قال يكفر، يقول لم يستكمل الإيمان، يعني يكون إيمانه غير كامل، له نقص، لم يقل إنه يكفر ما تقوله الخوارج. فهناك فرق بين الكفر ونقصان الإيمان، فرق، تنبهوا لهذا. نعم. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، هذا دليل على أنه يجب على العالم أن يبين، هذا دليل على أنه يجب على العالم أن يبين للناس، لا سيما أمور العقيدة، يبين أمور العقيدة أهم شيء، ثم بعدها بقية شرائع الإسلام، لكن يبدأ بالعقيدة يبينها للناس. هذا عمر بن عبد العزيز يقول إن أعش إن كتب الله لي أجلا طويلا أبين لكم هذه الشعب وهذه الحدود والسنن، فدل على أن العالم يجب عليه أن يبين للناس أمور دينهم ولا سيما أمور العقيدة التي هي الأصل. نعم. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، وإن أمت يعني كتب الله علي الموت قبل أن أبين، فأنا راض بقضاء الله وقدره. والمؤمن يفرح، يفرح بلقاء الله ليسلم من الفتن، يفرح بلقاء الله وبالموت من أجل أن يسلم من الفتن، لأن الحي معرض للفتن فهو يخاف من الفتن. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، إبراهيم عليه السلام الخليل هو أكمل الناس إيمان، ومع هذا طلب الزيادة، طلب الزيادة، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني عيانا، لأن المعاين ليس كالمخبر، هو عنده إيمان بموجب الأخبار الصادقة التي نزلت عليه من الله، هو مؤمن، هو مؤمن بالأخبار الصادقة ويريد المعاينة، ما رأى كمن سمع، يريد المعاينة ويؤمن أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك في هذا، ولكن يريد المعاينة حتى يزيد إيمانه، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. شوف هو عنده علم اليقين يريد أن يرتقي إلى عين اليقين، أعلى شيء عين اليقين. قال بلى، قال أولم تؤمن، قال بلى، هو مؤمن علم اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، هذا عين اليقين أن يفيد اليقين الخالص، فهو طلب المزيد. إذا كان إبراهيم عليه السلام طلب المزيد لإيمانه، فكيف بنا نحن أحوج بطلب زيادة الإيمان، ولم يزكي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا المؤمن لا يزكي نفسه ويقول أنا بلغت مبلغ يكفي، لا، يطلب من الله الزيادة، يقول ربي زدني علما، ربي زدني علما. فالمؤمن لا يشبع من دينه ومن العلم النافع، دائما يطلب الزيادة. قال الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فلا يدعي المؤمن، لا يدعي الكمال، فيعتبر أنه بحاجة إلى زيادة العلم
وإلى زيادة الإيمان وإلى زيادة العمل، هذا هو المؤمن. نعم. وقال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ترعة. قال معاذ رضي الله عنه لأحد الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة. ما هم مؤمنون من قبل، قصده نؤمن يكمل إيماننا، نزداد إيمانا بهذه الجلسة والمذاكرة، يذاكرون العلم يذكرون الله سبحانه وتعالى، وهم يجلسون يسولفون ولا يغتابون الناس ولا ينمون، يجلسون يذكرون الله، يذكرون الله جل وعلا بطلب العلم والزيادة من العلم والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير. هذا معنى قوله نؤمن ساعة، أي يزداد إيماننا بالله عز وجل لما نتدارسه في مجلسنا. فمجالس الخير، لاحظوا، مجالس الخير ومجالس العلم ومجالس الصالحين تزيد الإيمان، ومجالس الغفلة واللهو والقيل والقال تنقص الإيمان. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. قال ابن مسعود، هذه أقوال الصحابة، قول معاذ، قال ابن مسعود: اليقين هو الإيمان كله، يعني من وصل إلى اليقين فقد استكمل الإيمان، لأن ما كل مؤمن يكون عنده اليقين الكامل، كان عنده نقص، لكن إذا بلغ اليقين فقد استكمل الإيمان. نعم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا، قال لا يبلغ العبد، قال وقال ابن عمر، نعم، رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. نعم، لا يبلغ المؤمن حقيقة التقوى حتى يترك ما حاك في الصدر. هذا كلام ابن عمر البخاري رحمه الله، يسوق من أقوال الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبلغ المؤمن حقيقة التقوى، أي نهايتها وكمالها، حتى يدع ما حاك في صدره من الشكوك والأوهام وسوء الظن، ويعتمد على الله، يحسن الظن بالله عز وجل، ويحسن الظن بالمؤمنين، ويحسن الظن بوعد الله، ألا يكون في صدره شكوك أو أوهام أو تحسس في دينه، إنما يكون متيقنا حق اليقين في عقيدته، في دينه، فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين إخوانه المسلمين، هذا هو المؤمن. الذي عنده شكوك أو أوهام أو سوء ظن، هذا ينقص إيمانه بحسب ما عنده. الإنسان المؤمن لا يندفع مع الشكوك، المؤمن لا يندفع مع الشكوك والأوهام خطرات القلب، بل يكون ثابتا. إذا جاءته خاطرة سيئة أو وهم رفضه وتركه ولم يلتفت إليه، وإلا الناس يجيهم أوهام، الإنسان بشر، يجيه أوهام الإنسان، يجيه شكوك، يجيه وساوس من الشيطان، فالمؤمن يرفضها، يتركها ولا يتكلم بها، هذه لا تضره. أما إذا اندفع معها وتفاعل معها ضرته،
نقصت إيمانه قد تخرجه من الإيمان في النهاية. فعلى المسلم أن يكون مطمئن القلب، مطمئن القلب بالله عز وجل، واثقا بربه، واثقا بإخوانه المسلمين، تاركا لوساوس الشيطان وهواجس النفس. نعم. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. نعم. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال مجاهد، يعني مجاهد بن جبر إمام التابعين من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر نموذجا من أقوال الصحابة انتقل إلى ذكر نموذج من أقوال التابعين. قال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. إياه، نعم، كأنه يشير إلى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين، الله جل وعلا شرع لكم أيها المسلمون من الدين ما وصى به نوح عليه السلام أول الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. خص هؤلاء لأنهم أولو العزم خمسة، هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل. أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل. لقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. خص هؤلاء لأنهم أولو العزم من الرسل، الله شرع لنا دين هؤلاء. فعقيدة الرسل واحدة وهي التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، هذه عقيدة واحدة لا تختلف باختلاف الرسل، كلهم يدعون إليها، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذا دين الرسل جميعا. أما الشرائع فهي تختلف حسب حاجة الناس في كل وقت. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع اللي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام هذه تختلف اختلاف الأمم، حاجة الأمم. إذا انتهت شريعة جاءت شريعة أخرى تنسخها، حتى ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تنسخ إلى أن تقوم الساعة. فأما في العقيدة فالرسل كلهم عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، وهذا هو الذي شرعه الله للرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخصهم هؤلاء الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم خواص الرسل، والله شرع لنا ما شرع لهم في التوحيد والعبادة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشاهد من هذا الإيمان، أن الإيمان هو دين هؤلاء الرسل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا في
هذا في الأوامر والنواهي والأحكام وما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي هذه شرائع تختلف باختلاف الأمم، والله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها ثم ينسخها بشريعة نبي آخر إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فختمت الشرائع واستقرت إلى يوم القيامة. هذه هي الشريعة والمنهاج التي تختلف باختلاف الأحوال. أما العقيدة فلا، العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، توحيد الله عز وجل بما شرع، توحيده بما شرع. فالمسلم كل من عبد الله بشريعة نبي من الأنبياء في وقته، في وقته هو مسلم قبل أن تنسخ، أما إذا نسخت انتهت ويكون العمل بالشريعة التي نسختها. هذا هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل من عبد الله مخلصا له الدين على موجب شريعة من شرائع الأنبياء في وقته فهو مسلم، مسلم منقاد لله عز وجل إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت الشريعة هي شريعة الإسلام، والمسلم هو من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وانتهت الشرائع السابقة، نسخت، أدت مهمتها في وقتها وانتهت، ينتقل العالم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب دعاؤكم إيمانكم. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم، قال البخاري يعني. نعم. باب، هذا باب جديد. والدعاء دعاؤكم إيمانكم، هذا دليل على أن الدعاء دعاء الله جل وعلا من الإيمان. نعم. لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. نعم، لعلنا نأجل هذا إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم. أسئلة؟ نعم. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: في هذه الأيام كثر الكلام عن قضية الخوارج وهذا مهم، ولكن هناك مذهب لم يحذر منه وهو منتشر عند العوام، وهو مذهب المرجئة، فنرجو منك فضيلة الشيخ التنبيه عليه وعقد الدروس فيه، بارك الله في علمكم. بينا هذا كما سمعتم، بينا هذا كما سمعتم. مذهب الخوارج يتشددون في الإيمان ويكفرون بالكبيرة من الذنوب التي دون الشرك، يكفرون بالكبيرة التي دون الشرك. عندهم الزاني يكفر، السارق يكفر، آكل الربا يكفر، عندهم يخرج من الملة، عند الخوارج. هذا غلو والعياذ بالله وتطرف. بينما المرجئة ابن نبد ما يضر مع الإيمان معصية، هذا لا عندهم، المعاصي لا تنقص الإيمان عندهم، الإيمان كامل عندهم، ولو زنى ولو سرق ولو ما ينقص إيمانه، مؤمن كامل الإيمان، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، هذه نتيجة عدم إدخالهم الأعمال في الإيمان. يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة،
لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لكن لا يضر مع الإيمان معصية ما هو صحيح. المعصية تضر، نقص الإيمان نقصا ظاهرا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. المعاصي تنقص الإيمان ولا تبطله، تنقصه خلافا للمرجئة، ولا تبطله خلافا للخوارج. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن المعاصي إذا كانت كفرا أو شركا أكبر فهي تبطل الإيمان، وإن كانت دون الكفر ودون الشرك فهي تنقص الإيمان ولا تبطله، تنقصه خلافا للمرجئة ولا تبطله خلافا للخوارج. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون إيش؟ ما دون الشرك. واللي دون الشرك سائر المعاصي حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرتكب للكبيرة عند أهل السنة والجماعة معرض للوعيد، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إن شاء الله عذبه خلافا للمرجئة، لكن لا يخلد في النار خلافا للخوارج. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين مذهب الغلاة ومذهب الجفاة، الغلاة هم الخوارج والجفاة هم المرجئة. مذهب أهل السنة وسط في ذلك، مبني على الكتاب والسنة، على الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا، ينبغي يعرف هذا. فإذا نهيت عن مذهب الخوارج تنهى أيضا عن مذهب المرجئة، وتأمر بمذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط، تبين للناس يسير عليه، لأن الخوارج لهم دعاة والمرجئة لهم دعاة، فلا بد أن يكون لأهل السنة والجماعة دعاة يبينون الحق من الباطل. نعم. أفتح الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين كون العمل من الإيمان وبين قول إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان وإن لم يعمل، والعلماء الذين يقولون بهذا القول هل هم من أهل السنة؟ أنت أجبت في سؤالك، تقول يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خرج من إيمان، هذا مؤمن، هذا مؤمن، لكنه ضعيف، ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، عذبه الله في النار ثم أخرجه منها، هذا ما فيه إشكال، الحديث هذا ما فيه إشكال، وهذا يشهد لنا أن المؤمن يكون ناقص الإيمان وأنه يستحق العذاب إلا إن شاء الله غفر له. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشرع للمسلم المستقيم أن يجالس ويواد وينبسط لأهل المعاصي ومن وقع في بدع غير مكفرة في غير وقت تلبسهم بهذه المعاصي، أم يلزم عليه هجرهم على كل الأحوال إلا أن ينكر عليهم حين لقائهم عرضا دون قصدا؟ أرجو التفصيل إن أمكن، بارك الله فيكم. الجواب بهذا أن مخالطة العصاة والمشركين والكفار المنافقين فيها تفصيل، إذا كان يخالطهم لأجل الدعوة إلى الله ونصيحتهم والبيان لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، فهذا مأمور به للدعوة إلى الله. أما مخالطتهم من أجل الإنس بهم
انشراح الصدر معهم ولا ينكر عليهم ولا ينهاهم هذا لا يجوز. هذه طريقة بني إسرائيل الذين لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، شوف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا هو السبب. لا يكون الإنسان سلبي مع الناس إذا رأى ما معاصي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا أنكرت بقلبك لا تجالسهم ابتعد عنهم، فإذا جالستهم فأنت لم تنكر بقلبك. الحاصل أن مخالطة العصاة وغيرهم من أهل المخالفات فيها تفصيل، من كان في مخالطته مصلحة دينية بأن ينصحه ويبين له ويدعوه إلى الله هذا واجب، أما من يسالمهم ويؤكلهم ويشاربهم وينبسط معهم فهذا ما ملعون على لسان عيسى، على لسان داود وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، ثم يلعنكم كما لعنهم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لا بد من التنبيه أن الدعوة إلى الله ودعوة العصاة والمشركين والكفار لا بد لها من العلم، أما الجاهل فلا يصلح يخالطهم لأن ما عنده علم يبين وينصح، أو يمكن يدعو إلى الله على جهل يزيدهم شر، فلا بد يكون عند الإنسان علم بحيث يستطيع يأمر على بصيرة وينهى على بصيرة ويعلم ويدعو إلى الله على بصيرة. تنبهوا لهذا، اللي ما عنده علم لا يدخل هالميدان يبعد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في الحديث وليس وراء ذلك مقدار حبة خردل من إيمان، معناه أن الذي ينكر أن الذي لا ينكر المنكر لا يكون في قلبه إيمان؟ الذي لا ينكر المنكر بقلبه، آخر شيء الإنكار بالقلب، فالذي لا ينكر بقلبه معناه موافق أهل المعاصي يكون مثلهم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذا حديث قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، وما هو شرحه؟ نعم هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن ما نكمل أنفسنا، يقول صلى الله عليه وسلم نحن لا نزكي أنفسنا ولا نكمل أنفسنا، لسنا أولى بالشك من إبراهيم، أي بأن نعتبر أننا بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى زيادة الإيمان واليقين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل في الكفار اليوم أحد من أهل الفترة؟ الله أعلم، اللي ما بلغتهم الدعوة ولا سمعوا القرآن ولا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغهم شيء، هؤلاء يكونوا من أهل الفترة. لكن وين اللي ما بلغتهم الدعوة الآن؟ وين اللي ما سمعوا القرآن؟ وين اللي ما سمعوا الإسلام؟ انتشر الإسلام، انتشر الإسلام في المشارق والمغارب بواسطة الجهاد في سبيل الله، ثم بواسطة وسائل الإعلام المعاصرة واختلاط العالم بعضه ببعض، تقارب البلدان، تقارب الأقطار، ما أحد ما بلغه الإسلام. لكن لو فرض أن هناك من هو منعزل عن العالم لم يبلغه شيء فهذا يكون من أصحاب الفترة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح قولنا
جنس العمل هو لفظ مبتدع لم يرد عن السلف وهو لفظ مبهم محتمل الأفضل تركه. بارك الله فيكم ونفع بكم. ما عرفنا هذا في كلام علمائنا وعلماء السلف، ما عرفنا تفريق بين جنس العمل وغير العمل. تقول العمل ما تقول جنس العمل، تقول العمل. العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولم يقولوا جنس العمل بالجوارح. هذه لفظة ما لها أصل، هذه لفظة لا أصل لها، ولعلها جاءت من المرجئة، لعلها جاءت من قبل المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم، نشكركم كثيرا على حضوركم في مدينة جدة لنستفيد من علمكم، أثابكم الله بكل خطوة عظيمة الدرجات. السؤال: هناك من يطعن في السنة. ما انتهى الوقت؟ نختم بهذا السؤال. نعم. أقول هو انتهى الوقت ولا لا؟ بل شوية. هناك من يطعن في السنة وكتب الصحيح، نرجو منكم الرد عليهم حتى يتنبه الناس لذلك، وجزاكم الله خيرا. الذي يطعن في السنة طاعن في الإسلام، هذا يطعن في الإسلام، يطعن في السنة، إذن يطعن في القرآن أيضا. اللي يطعن في السنة يطعن في القرآن، لأن القرآن أحالنا على السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله جل وعلا في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقرآن أمر باتباع السنة، تلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. القرآن فيه أمور مجملة بينتها السنة، مثلا الله أمر بالصلاة في القرآن، لكن هل بين عدد الصلوات، عدد الركعات؟ من الذي بينها؟ السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بينها في السنة. الزكاة، أمر الله بالزكاة في القرآن، وآتوا الزكاة، لكن هل في القرآن بيان شروط وجوب الزكاة، مضي الحول، بلوغ النصاب، تفصيل ما تجب فيه الزكاة من النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة؟ هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، فالسنة توضح القرآن وتفسره وتفصل مجمله. نعم. أحسن الله إليكم ووفقكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.